بسم الله الرحمن الرحيم. بهذا الفيديو بدنا نشرح bones of the upper limb، بالعظام الخاصة بالطرف العلوي. اوكي، بالاخر الفيديو الماضي حكينا شوية معلومات عن السكيلتون. حكينا انه السكيلتون بتكون من bones و cartilage و joints و tendons، وهي تعريفاتهم كلياتهم موجودين هنا. اوكي، هلا حكينا ان البون سكيلتون هو عبارة عن عددهم 206 عظمات. اوكي، 206 عظام، ماشي، من قسم لقسمين، axial و appendicular. اوكي، خلينا الاكزل يعني محوري، وابنديكولر يعني طرفي. اوكي، الابنديكولر ايضا يقسم الى ابر ابنديكولر اللي هو الابر لين، عددهم 64 عظمه، واللور ابنديكولر عددهم 62 عظمه. والاكزل سكيلتون عباره عن 80 عظمه، هم عباره عن السكال جمجمه. اوكي، والاوديتوري عظام الاوديتوري اللي هم المطرقه والسندان والشغلات هاي، فيرتبرال كولوم. اوكي، والثوراكس، ريبس اند ستيرنم. تمام، هاي الاكزيال، اوكي، اللون ازرق، هاي الابنديكولر، اكزيال يعني محوري، وابنديكولر يعني طرفي، بس لازم تميز بيناتهم بشكل بسيط. هلا البونز شوية معلومات سريعة عنهم، هم عبارة عن كالسيفايد كونكتيف تيشيو، فيهم كالسيوم وفيهم فوسفورس. الفانكشن تبعهم حكينا سبورت بروتكشن، بيعملوا مثل سيرف از ليفر واتاتشمنت للمسل، وهم عبارة عن بلود سيل فورميشن، يعني مكان تصنيع الدم بيكون بالبومرو. اوكي، اللي هو موجود في العظم، نخاع العظم، بسموه بومرو. اوكي، وهم كمان مكان تخزين الكالسيوم. اوكي، هاي صور بتوضح العظام، اللي بالنص هو البومرو. اوكي، هلا انواع البون تيشيو في عندنا نوعين، كومباكت بون وسبونج بون، راح تاخذوهم بشكل مفصل في الهيستولوجي، بس الفرق بيناتهم بشكل بسيط كثير. الكومباكت بون مليان كالسيوم وفوسفور، بينما السبونج بون مليان بون مرو. هاي الصورة على اليمين هي الكومباكت بون، والصورة على الشمال هي السبونج بون. هلا انواع العظام حسب الشكل، حسب الشيب، في عندنا لونج بون، في عندنا شورت بون، في عندنا فلات بون والريجولر بون، في عندنا سيسامويد. اللونج بون عبارة عن عظمة بقدر اميز طولها عن عرضها، الشورت بون لا، ما فيني اميز لا طولها ولا عرضها. تمام، الفلات بون عبارة عن عظمة thin and curved. اوكي، ريجولر بون عظمة شكلها مش معروف، يعني الريجولر شيب ومعقد شوي. سيساموييد بون عبارة عن عظمة موجودة في التندون. هلا في عندنا هالمصطلحين الابيفيسز والديافيسز، هما يعني مصطلحين راح تاخذوهم بالاستولوجي بشكل اوضح، بس في حال لو الدكتور يعني حكى لكم هذول المصطلحين، اعرف ان هذول اسماء الاطراف تبعت العظمة الطويلة. اوكي، يعني العظمة الطويلة بتتكون من تو اندز، واحدة بسموها ابيفيسز والاند الثاني بسموها ديافيسز، والشيء الموجود بيناتهم اللي بسموه شاف. هلا بالصور هذا الشيء بوضح اكثر. اوكي، مثلا هي لونج بون. اوكي، هذا بسموه الطرف اللي على الشمال بسموه ابيفيسز، والطرف اللي تحت بسموه ديافيسز، واللي بالنص بسموه شاف. اوكي، وهي صور بتوضح العظام بناء على الشيب. هلا بدنا نتخصص شوي بالابر امنديكولار، اوكي، اللي هو الابر لم. الابر امنديكولار بشكل عام بتكون من 64 عظمه، طبعا على الجهتين يمين وشمال، يعني في عندي ابر لمب على الجهه اليمين، اوكي، في عندي ابر لمب على الجهه الشمال، فعدد العظام بالجهتين 64 عظمه. اوكي، يقسم الى قسمين، شوردر جيردل بالعربي يعني حزام الكتف، بتكون من اربع عظام، كلافيكل وسكابولا. الكلافيكل والسكابولا بيتحدوا مع بعض بيكونوا جوينت، بيكونوا مفصل، هذول العظمتين بيكونوا لي شوردر جيردل. ماشي، في عندي كلافيكل على اليمين، في عندي كلافيكل على الشمال، في عندي سكابولا على اليمين وسكابولا على الشمال. تمام، وفي عندي الفري بارت، اوكي، بتكون من 60 عظمه، عظمتين هيوميروس، عظمه على الجهه اليمين وعظمه على الجهه الشمال، وعظمتين راديوس وعظمتين النا، وفي عندي الكاربال 8 عظام على اليمين و8 عظام على الشمال، في عندي الميتا كاربال 5 عظام على اليمين و5 عظام على الشمال، في عندي الفالنجيز، اوكي، 14 عظمه على اليمين و14 عظمه على الشمال. راح نحكي عن كل واحده فيهم بشكل سريع. تمام، هاي الصوره بتوضحهم كلياتهم، هاي الكلافيكل موجوده هان، وهي السكابولا، هاي الهيومرس، هاي الالنا، وهي الراديوس، هاي الكاربل، هاي الميتاكاربلز، وهي الفالنجيز. اوكي، هلا اول شيء راح نحكي عن الكلافيكل، راح نحكي عن خصائص عظمه الكلافيكل وشويه معلومات عنها والفانكشن تبعها. اوكي، شويه معلومات سريعه عن الكلافيكل. هاي العظمه كشكل بيحكوا عنها انها اس شيب، اوكي، لانه لو تمسكها بتشوف شكلها مثل حرف الاس. اوكي، تصنيفها لونج بون. تمام، هي العظمه الوحيده اللي في الجسم لايز هوريزونتلي، يعني نايمه بشكل افقي بالعربي. اوكي، هلا هاي العظمه لها تو اندز،
تو سيرفيسز تو بوردرز. ماشي، شو يعني تو اندز؟ يعني لها نهايتين. اوكي، تو سيرفيسز لها سطحين، تو بوردرز بوردرز عفوا لها حفتين، يعني نهايتين وسطحين وحفتين. اول شيء راح نحكي عن النهايتين، الاند، تو اند. واحده من الاند بسموها ميديال او استيرنال. طب ليش استيرنال؟ لانها قريبه من عظمه الاسترنال. طب تتذكروا الميديال شو حكينا؟ يعني شو يعني ميديان او ميديم او ميديال بالضبط؟ يعني ميديال يعني قريب للميديان لاين، الخط اللي بقسم الجسم بالنص. اوكي، ولاترال يعني بعيد. اوكي، يعني اواي. هلا عظمه الكلافيكل في لها تو اند، الاند الموجوده هان هي استيرنال. اوكي، هي الميديال اند لانها قريبه على الميديان لاين، الخط اللي بقسم الجسم نصين. ماشي، حكينا ان هاي المصطلحات عباره عن الاي والبي والسي تبعت الاناتومي، فيعني لازم مع الوقت راح تتعرف عليهم اكثر. هلا الاكروميال اند، اوكي، هي نفسها اللاترال اند. اوكي، فهي موجوده هان. ماشي، هلا في عندنا معلومه هان، الميديال تو ثيرد اوكي از كونفكس، كونفكس يعني محدب، بينما اللاترال 1 ثيرد يعني كونكيف. طيب ايش يعني؟ الميديال، هي الميديال، وين الميديال؟ هي موجوده هنا عند الاسترنال. اوكي، بدي احكي تو ثيرد يعني ثلثين العظمه من جهه الميديال. اوكي، يعني تقريبا هان. اوكي، بيكون كونفكس. شو يعني كونفكس؟ يعني محدب. اوكي، بينما لو مسكت من اللاترال سايد 1 ثيرد، اوكي، ثلث العظمه من جهه اللاترال بيكون كونكيف. اوكي، هاي المعلومات انا قاعد بصف شكل العظمه، يعني انا لما بدي احكي لواحد عن عظمه الكلافيكل بدي احكي له انها اس شيب، بدي احكي له انها لونج، بدي احكي له لها تو اند وتو سيرفيسز وتو بوردر. هاي المعلومات عباره عن وصف لشكل العظمه، لازم تكون عارفه كلياته. اوكي، لها بعدين تو سيرفيسز، لها ابر سيرفيس ولها لور سيرفيس. طب شو الفرق بين الابر شو الفرق بين اللور؟ الابر سيرفيس بيكون سموث يعني املس، اللور سيرفيس بيكون رف يعني خشن. اوكي، طب ليش اللور سيرفيس رف؟ لانه هذا اللور سيرفيس في عليه مناطق خاصه بالمسل اتاتشمنت. اوكي، بسموهم كونويد تيوبيركل سبكليفيان جروب. مش مشكله هلا تعرفهم، لقدام شوي راح تعرفهم وباللاب راح تشوفهم بالتفصيل. اوكي، الها تو بوردر، انتيريور بوردر وبوستيريور بوردر. نراجع معلوماتنا بشكل جدا سريع. عظمه الكلافيكل، اوكي، هي احدى العظام اللي بتكون الشوردل جيردل. تمام، هاي العظمة صفاتها الشكلية S shape. اوكي، هي العظمة الوحيدة lie horizontally، نايمة بشكل افقي. ماشي، تصنيفها long bone. اوكي، الها two ends، الها two surfaces، الها two borders. ال two ends medial or sternal لانهم قريبين على عظمة الاسترنال. اللاتيلر اوكي بنسميه acromial لانه قريب على الاكروميال end تبعت الاسكابل. هلا بعد شوي بنشوفها. ماشي، حكينا انه لها تو سيرفيسز، ابر اوكي سموث ناعم اوكي او املس، واللور رف خشن لانه عليه مسل اتاتشمنت، مناطق لارتباط العضلات. ماشي، ولها تو بوردر، انتيريور بوردر وبستيريور بوردر. تمام، وهي شويه صور بتوضح عظمه الكلافيكل اكثر واكثر. اوكي، هلا في معلومه بسيطه اللي هي اللي خلينا نقول كلينيكال سايد. اوكي، الشيء العملي يعني بالنسبه لعظمه الكلافيكل، انه الموضع الكومن سايت اوف فراكتشر، اكثر موضع معرض للانكسار في عظمه الكلافيكل اللي هو الميديال تو ثيرد لاتيلار ثيرد. تتذكروا حكينا عنه قبل شوي اللي بيكون كونفكس وكونكيف. اوكي، هاي النقطه هي اكثر مكان ممكن يصير فيه كسر. تمام، شو العلاج اذا صار فيه كسر؟ انه اربط الابر لمب كلياته مع الرقبه. طب ليش؟ هذا الشيء بخلينا ننتقل للوظيفه تبعت الكلافيكل. تمام، الوظيفه تبعت الكلافيكل اللي هي كونكت الاكزيل سكيلتون، متذكرين انه الاكزيل يعني المحوري، العظام الموجوده بالنص. اوكي، كونكت الاكزيل سكيلتون وذ ذا ابنديكيولار. ماشي، عظمه الكلافيكل وظيفتها نقل الوزن. اوكي، نقل الوزن تبع الابنديكيولار بار تو ذا اكزيل بار، عشان انا لما امشي تكون ايدي ثابته ما تكون عم تلورح بالعربي. بس مسل اتاتشمنت، اوكي، اوريجن اورينتيشن وليجمنت اتاتشمنت، يعني عظمه الكلافيكل تربطني الاكزل مع الابنديكولار وفيها اتاتشمنت للمسل والليجمنت. واخر نقطه حكيتها كمان ترانزميشن اوف ويت اوف ذا ابر لم تو اكزل سكيلتون. هلا افترض عظمه الكلافيكل انكسرت، ايش بصير؟ تمام، عظمه الكلافيكل لو انكسرت بكل بساطه الويت، الوزن تبع الابر لم راح يصير نازل لتحت، فانا عشان اعالج هاي المشكله بربط الابر لم كلياته مع النك.
اوكي. هلا خلصنا من الكلافيكل، حكينا عنها كثير ماشي. هلا السكابيلا، السكابيلا اول شيء شو تصنيفها؟ فلات بون ماشي. الشكل تبعها تريانجلر، جاي تقريبا زي كانه مثلث، اوكي. حتى يعني لاحظ شكلها هلا لقدام شوي، بنشوف صور بتوضح كيف انه شكلها تقريبا مثلث. هاي العظمه بترتبط مع عظمتين، الكلافيكل والهيومرس، الكلافيكل والهيومرس. اذا ارتبطت مع الكلافيكل بتكون لي الشوردر جيردل، اوكي. حكينا عنه قبل شوي لما حكينا انه عظام الابر ليم تصنف الى شوردر جيردل وفري بارت، اوكي. شوفي كمان معلومات عنها، اوكي. هلا زي ما حكينا عن الكلافيكل، الها اندز والها سيرفيسز والها بوردرز، نفس الشيء عظمه الاسكابيلا. بدنا نحكي عن الصفات الشكليه لهذه العظمه. الصفات الشكليه للاسكابيلا الها 3 انجل، ثلاث زوايا، 3 بوردرز، اوكي، و2 سيرفيسز ماشي. 3 انجل، سوبيريور انجل، انفيريور انجل، ولاترال انجل. متذكرين شو يعني سوبيريور؟ سوبيريور يعني فوق، اوكي، وانفيريور يعني تحت. هاي السوبيريور انجل بتيجي هان ماشي، وان شاء الله يكون الماوس مبين عندكم، اوكي. والانفيريور انجل بتيجي هان، واللاترال انجل بتيجي هان، اوكي. والثري بوردرز، سوبيريور بوردر، ميديال بوردر، ولاترال او اكزيلري بيسموه ماشي. وتو سيرفيسز، انتيريور سيرفيس وبستيريور سيرفيس، اوكي. حكينا انه شكلها تقريبا مثلث، وهي المثلثات زي كان جاي مثلث، اوكي. وهي اهم الشغلات الموجودين في عظمة الاسكابيلا، أهم المعالم ماشي، التضاريس موجودين في الاسكابيلا لازم تعرفهم. اكروميان بروسيس اللي بربط مع الكلافيكل، حكينا الكلافيكل لها تو اند، لها ميديال اند، اوكي، سميناها ستيرنال، ليش؟ لأنه قريب من عظمة الستيرنم. ولها لاتلر اند سميناها اكروميال اند، ليش؟ لأنها قريبة من الاكروميان بروسيس. والاسكابيلا فيها كمان كروكويد بروسيس، رح تعرفوا شو وظيفة الكروكويد بروسيس لقدام شوي. سوبيريور بوردر هي موجود هان، الميديال بوردر هي موجود هان، واللاتيلر او اكزيلري بوردر هي موجود هان. وكلينويد كافيتي، الكلينويد كافيتي هو المكان اللي بصير فيه الاتاتشمنت مع الهيومرس، اوكي. اتوقع هيك اهم الشغلات واضحه عن السكابيلا. هاي كمان صوره لها، هاي الصوره جاي تقريبا من ورا، اوكي. هاي السوبيريور بوردر ماشي. في عندك هان شيء اسمه سكابيلر نوتش، رح تعرفوا شو الاشي اللي بمر فيه لما تاخذ المحاضرات بالتفصيل. في عندنا هنا سوبرا سباينس فوسطا، في عندنا انفرا سباينس فوسطا، هذا الشيء لازم اوضحه بشكل بسيط. هذا الشكل الموجود هان بسموه سباين، اوكي، بسموه شوكه بالعربي، اوكي، زي شكله زي الشوكه بسموه سباين، تمام. هلا هذا السباين قسم لي عظمه السكابيلا الى سوبرا سباينس فوسطا وانفرا سباينس فوسطا. طبعا هاي الاماكن كلها عباره عن مصل اتاتشمنت، رح تاخذوا اسماء عضلات، اوكي. تتذكروا انه حكينا المصطلحات مترابطه. هلا انت حفظت انه العظمه فيها سباين، وانه فيها سوبرا سباينس، وانه فيها انفرا سباينس. لما تاخذ العضلات رح تعرف انه في عضلات لها اتاتشمنت هان، لها ارتباط هان، لها اوريجن او انسيرشن هان، تمام. وهي الميديال بوردر، وهي اللاتيلر، وهي الجنود كافيتي، هاي السباين، هاي الكروكويد بروسيس، هاي الاكرومال بروسيس. بس يعني شوية شغلات وشوية كلمات حاول قدر الإمكان إنك تحفظها في البداية عشان ترتاح، تمام. وهي تعريف بسيط لكل شغلة موجودة من ضمن الشغلات اللي حكيناها، أوكي. هلا شو وظيفة السكابيلا؟ مسل اتاتشمنت، فيكسيشن اوف شولدر جوينت، تثبيت، أوكي، كونكشن وذ اكزيلر سكيلتون باي كلافيكل، ومهمة للحركة. يعني راح تشوفوا إنه السكابيلا هي يعني هي عظمه بتعطي يعني حريه مش طبيعيه بالحركه بالنسبه للشولدر جوينت، اوكي. خلصنا حكي عن الكلافيكل، خلصنا حكي عن الكابيلا. هلا نحكي عن الهيومرا بنفس الطريقه. بدنا نحكي شو نوعها، شو تصنيفها. لونج بون، اوكي. شو يعني اللونج بون؟ عباره عن عظمه بقدر اميز طولها عن عرضها، اوكي. الها نهايه، اوكي، الها نهايتين عفوا، نهايه بروكسيمال اند ونهايه ديستال اند. بروكسيمال يعني قريب، وديستال يعني بعيد. ولها شافت، شو الشافت؟ اوكي، الشافت هو الشيء اللي بربط بين النهايتين. يعني هذا الشافت، اوكي، هيو هذا هو الشافت، هي البروكسيمال اند، هاي الديستال اند، تمام. هلا هذا هو الشكل العام لعظمه الهيومرس، هي عباره عن عظمه، اوكي، موجوده بالابر ارم، تمام. الموجود هان اللي موجود عند حرف A اللي هو الانتيريور فيو ماشي، والموجود عند حرف B هو البوستيريور فيو.
راح نحكي في البداية عن الانتيريور فيو. حكينا انه هاي العظمة جبانها عظمة طويلة، ففي لها تو اند، في لها بروكسيمال اند وفي لها ديستال اند وفي لها شاف. اول اشي راح نمشي بالعظمة من فوق لتحت، تمام. راح نحكي اول اشي عن البروكسيمال اند، شو في شغلات بالبروكسيمال اند. اوكي، في هيد. اوكي، اي عظمة طويلة لازم يكون لها راس، اوكي، لازم يكون لها هيد. اوكي، واي هيد لازم يكون له نك، لازم يكون له رقبة. هاي الشغلات خليها في بالك عشان تسهل على حالك الحفظ. فانا اي عظمة طويلة لها هيد، اوكي، واي هيد لازم يكون معاه نك، تمام. فانا في عندي الهيد، اوكي، وفي عندي اناتوميكال نك، وفي عندي شيء اسمه سيرجيكال نك. اوكي، الاناتوميكال نك بيجي تقريبا تحت الهيد مباشره، السيرجيكال نك هذا سموه سيرجيكال نك لانه اللي هو المكان يعني اكثر مكان بصير فيه كسور، فسموه سيرجيكال نك لانه العلاج تبعه لازم يكون عن طريق عمليه جراحيه. تمام، كيف الكليفيكل حكينا في لها مكان، اكثر مكان بصير فيه كسور، نفس الشيء الهيومرس فيها مكان بصير كسور بشكل يعني اكثر مكان معرض للكسر هو هذا المكان، والعلاج تبعه عن طريق عمليه. تمام، حكينا في عندنا هيد، اوكي، وحكينا الهيد بدها نك، وفي اناتوميكال وسيرجيكال نك. هلا تحت الهيد في عندنا شيء اسمه ليسر تيوبيركل وجريتر تيوبيركل، ماشي. لو هذول الكلمات حاولت تترجمهم للعربي ما راح تلاقي معنى واضح لهم، بس انت لازم تعرف من الشكل. تمام، جريتر يعني كبير، اوكي، وتيوبيركل يعني بروز، اوكي، فبالعربي معناها بروز كبير، بينما الليسر تيوبيركل معناها بروز صغير، اوكي. وهدول المناطق عباره عن ماسل اتاتشمنت، اوكي، مناطق العضلات بتربط فيها. تمام، هلا بين الليسر تيوبيركل وبين الجريتر تيوبيركل في عندي زي جروف، اوكي، خلينا نحكي هم جبلين بيناتهم وادي، اوكي، الليسر والجريتر هم عباره عن جبلين بيناتهم وادي، بنسميه انتر تيوبيكولار جروف او بنسميه بايسبيتال جروف. ليش سميناها بايسبيتال جروف؟ لانه البايسبس لونج تندر اوف ذا بايسبس بيمر فيه، راح تاخذوها بعدين لما تاخذ عضله البايسبس. اوكي، دلتويد تيوبرسيتي هو مكان عضله الدلتويد ترتبط فيه، ماشي. هلا نحن حكي خلصنا البروكسيمال اند، حكينا فيها هيد والهيد بده نك، حكينا في عندنا نوعين من النك، في اناتوميكال وفي سيرجيكال، حكينا في جريتر تيوبيركل وفي ليسر تيوبيركل، تمام. حكينا بيناتهم في الانتر تيوبيكولار جروب. هيك خلصنا البروكسيمال اند. هلا ضل نحكي عن الدلتويد تيوبيروسيتي اللي هو موجود بالشاف، ماشي. هذا المكان ترتبط فيه عضله اسمها عضله الدلتويد، راح تاخذوها بالتفصيل كمان. هلا بدنا ننزل لتحت شوي للديستال اند. الديستال اند يعني فيها شغلات كثير، اوكي. في عندي اهم شيء كابيتيولام، اوكي، وتروكيولا. كابيتيولام وتروكيولا بدك تعرف انه الكابيتيولام وتروكيولا بيربطوا مع العظام الجايين تحت الهيومرس. شو العظام الجايين تحت الهيومرس؟ الراديوس والالنا، تمام. الكابيتيولام ترتبط مع الراديوس والتروكيولا ترتبط مع الالنا، اوكي. لما نشوف في الصور وباللاب ان شاء الله هالامور توضح اكثر واكثر باذن الله، بس يعني حاول قدر الامكان انك تحاول يعني تكون يعني يكون في عندك لمحه عن هاي المصطلحات مش اكثر، اوكي. في عندي ميديال ايبيكوندايل، في عندي لاترال ايبيكوندايل، اوكي، وفي عندي اولوكرونال فوسطه وراديال فوسطه. راديال فوسطه عظمه الراديوس بتربط فيها، اوكي، والكورونايد فوسطه عظمه الالنا بتربط فيها. يعني بدي اتخيل انه المنطقه الموجوده الكابيتولام والراديال فوسطه هذول خاصين بعظمه الراديوس، عشان عظمه الراديوس لما انا اعمل فليكشن لايدي، اوكي، عظمة الريدس راح تطلع لفوق، ماشي. عظمة الريدس وعظمة الأنا راح يطلع لفوق، فهدول العظام راح يربطوا مع الهيومرس، ماشي. يعني راح يصير في عندي فليكشن، حكينا الفليكشن تقليل للزاوية، اوكي. فكيف العظمة تطلع لفوق؟ يعني العظمة ما بدها تروح، اوكي. ففي أماكن معينة بعظمة الهيومرس عشان عظمة الريدس ترتبط فيها بشكل بسيط، تقدر تعمل فليكشن، تقدر تعمل اكستنشن، نفس الشيء، اوكي. ففي عند الراديال فوسطة، في عند الكابيتيولام، هذول بيرتبطوا مع الريدس، في عند التروكيولا، اوكي، في عند الكرونويد فوسطة، هذول بيرتبطوا مع الالنا، اوكي. في عندي ميديال سوبرا كوندايلر ريدج ولاترال سوبرا كوندايلر ريدج، هذول في الهيستولوجي راح تعرفوا كيف تكونوا وكيف صاروا، اوكي. وهيك بنكون تقريبا خلصنا الانتيريور ريفيو. هلا بدنا ننتقل للبوستيريور ريفيو. انتيريور يعني كيف العظمه بنشوفها من قدام، والبستيرور يعني كيف العظمه بنشوفها من ورا. البستيرور جروب فيها يعني اهم شيء موجود فيها اللي هو الريديال جروب، اوكي. الريديال جروب
موجود بالشاف، يعني منتصف العظمة، تمام؟ هذا المكان بمر منه الراديال نيرف، اوكي، وراح تاخذوا الأهمية تبعته، اوكي، وشو بصير بهذا المكان لو صار كسر مثلا، لو صار كسر مثلا شو بصير فيه. هلا الديستال اند من البوستيريور فيو، في عندنا التروكيولا لحالها، تمام؟ هاي النقطة ميزة بيناتهم، انه الانتيريور فيو بيكون في عندك التروكيولا والكابيتولم، تمام؟ بالبوستيريور في عندك التروكيولا لحالها، اوكي، وفي عندك شيء كبير اسمه الكرونال فوسطة، بينما الانتيريور فيو ما في عندك غير في عندك تو فوسطة، في عندك كورونايد فوسطة وفي عندك الراديال فوسطة، بينما بالبوستيريور في عندك الاوكرين الفسطة لحالها، تمام؟ وهي تعريفاتهم كلياتهم، فيك انك تقراهم بهدوء وتقارنهم مع الصور عشان تشوف. هيك بنكون خلصنا عن الهيومرات، ضل نحكي عن الراديوس والانا والكاربال والميتاكاربال والفلنجيز. اوكي، الراديوس والانا هم عباره عن عظمتين موجودين في الفور ارم، اوكي، بسموه بالعربي الساعد، ماشي؟ وفي شغلات مشتركه بيناتهم، اوكي، وفي شغلات مختلفه بيناتهم، راح نحاول قدر الامكان نبسط الامور. هلا الالنا لونجر اوف ذا فور ارم، الالنا اطول من الراديوس، اوكي، هذا اول فرق بيناتهم، ان الالنا اطول، ماشي، الالنا جاي ميديالي بينما الراديوس جاي لاتيلاري، اوكي، ففي صار في عندنا فرقين، الالنا اطول والالنا جاي ميديالي، الراديوس اقصر والريديوس جاي لاتيلاري، اوكي. هلا الهيد تبع الالنا جاي ديستال، اوكي، بينما الهيد تبع الريدس جاي بروكسيمال، راح تشوفه بالصور كيف، بس انت خذها قاعده، اوكي، انه في عندنا كمان شغله النوتش تبقى ان ستايلو دي بروسيس اس ميديالي بينما ستايلو دي بروسيس لاتيلاري، اوكي، خذها قاعده، اللي الهيد تبعها جاي ديستال بيكون الستايلو تبعها جاي ميديال، اوكي، بينما اللي الهيد تبعها جاي بروكسيمال بيكون الستايلو تبعها جاي لاتيلاري، يعني عكس بعض، اوكي، عكس بعض، ماشي. هلا النوتش تبع الالنا، شو يعني نوتش؟ النوتش تبع النوتش يعني منطقه ارتباط عظمتين مع بعض. هلا الريدس والالنا جايين بالفور ارم وملزقين ببعض، اوكي، في مناطق ارتباط بيناتهم، ماشي، هاي مناطق الارتباط بسموها نوتش، اوكي. الالنا بترتبط مع الراديوس بمنطقه بسموها راديال نوتش اوف النا، اوكي، الالنا بترتبط مع الراديوس بمنطقه بسموها راديال نوتش اوف النا، بينما الراديوس بترتبط مع الالنا بمنطقه بسموها النر نوتش اوف راديوس، اوكي. المصطلحات يعني كلها يعني يمكن عكس بعض، هي اطول من هاي، هي جاي ميديال هذيك لاتيلاري، هي الهيد تبعها ديستال هذيك الهيد تبعها بروكسيمال، هي الستايلو تبعها ميديال هذيك الستايلو تبعها لاتيلار، رح نعرف يعني ستايلو بروسيس بعد شوي، اوكي. وفي كمان اذر ستراكشرز موجوده فيها، اولوكرينال بروسيس وتروكيلار نوتش كرونويد بروسيس والنك والدور، هلا راح اشوفه كلياتهم بالصور، تمام؟ هي هم عظمتين الراديوس والالنا، اوكي، هي عظمه الراديوس حكينا انها جاي لاتيلر، وعظمه الالنا جاي ميديال، بتلاحظ من الصوره بشكل واضح جدا انه الالنا جاي اطول من الراديوس، تمام؟ الستايلود بروسيس هي موجود تحت، اوكي، هي الستايلود بروسيس تبع الالنا، اوكي، عظمه وين جاي؟ جاي ميديال، هي، اوكي؟ The styloid process is located medially للألنا، بينما للريدس جاي laterally، اوكي، ميز بيناتهم. وهان فوق في عنا radial notch of ألنا، اوكي، تحت في عنا هي radial notch of ألنا، تمام، في عنا شوية processes أخرى، شوية معالم، اوكي، الأوركنال process. طب ليش اسمه اولوكرينون بروسيس؟ تتذكروا بالهيومراس حكينا في اولوكرينون فوسا، ماشي، وحكينا زمان ان المصطلحات مترابطه، ماشي، وهذا الشيء بيخليك تتاكد ان المصطلحات مترابطه. الاولوكرينون بروسيس موجود في الالة بيرتبط بالاولوكرينون فوسا تبع الهيومراس لما اعمل اكستنشن، اوكي، راح تشوفوها بالسطور راح تشوفوها باللاب، بس خلي ببالك ان المصطلحات كلها مترابطه، ماشي. وهي في عندك تروكيولر وبالهيومرس برضه كان في تروكيلر، فالتروكيلر الموجود هان بيرتبط مع الهيومرس، مع التروكيلر الموجود بالهيومرس، طيب. وكان احنا قاعدين نحكي عن الالنا، حكينا انها اطول، حكينا انه الستايلود موجود ميديالي، حكينا انه الهيد تبعها موجود ديستالي، اوكي، حكينا انه الراديال نوتش اوف الالنا موجود بروكسيمال فوق، اوكي، وهي الكرونويد بروسيس وهي التروكيلر نوتش، هذول كلياتهم بيرتبطوا مع الهيومرس، اوكي.
الكرونويد والتروكيلر والاوركرينون. الاوركرينون بيرتبط مع الهيومراس لما نعمل اكستنشن، بينما الكرونويد والتروكيلر لما يكون فليكشن. اوكي، وهي الهيد. هلا نحكي عن الراديوس، حكينا انه الراديوس اقصر. اوكي، وبتتكون من هيد ونيك. هاي الهيد والنيك تبعون الراديوس موجودين ديستر، موجودين عفوا بروكسيما. اوكي، هاي الهيد وهي النيك، حكينا اي هيد بده نيك. تمام، هاي الهيد وهي النيك تبعها. اوكي، هاي الراديال تيوبروسيتي. اوكي، اللي هو بيرتبط مع الراديال، راديال تيوبروسيتي مصر اتاتشمنت بيجي عليه. تمام، وهي راديوس. اوكي، العظمة تبعت الراديوس. هاي الستيريو ديبروسيس موجود ديستال وبيكون لاتلر. اوكي، هاي كمان صورة ثانية لإلهم، وهي شوية كلام وتعريف عن الشغلات اللي حكيناها على الصورة. اوكي، هلا العظمتين مربوطات مع بعض بإشي اسمه انتروسياس ممبرين، راح تشوفوه. مش حتقدر تشوفوه، راح تشوفوه في اللاب. راح يكون موجود في اللاب. تمام، صح. اوكي، وشوية كلام عن الجوينت. تمام، وهي صور بتوضحهم بالتفصيل. اوكي، هاي الانتر اوسيس ممبرين اللي بربط العظمتين مع بعض. اوكي، هلا بونز اوف ذا هاند. الهاند بدنا نقسمها لثلاث اجزاء. اوكي، كاربلز وميتا كاربلز وفلانجيز. الكاربلز هم عباره عن 16 عظمه، 8 عظام موجودين على اليمين، 8 عظام موجودين على الشمال. تمام، والميتا كاربلز عباره عن 10 عظام، 5 على اليمين 5 على الشمال. فالنجيز عبارة عن 14 عظمة على اليمين و14 عظمة على الشمال. اوكي، هي الكاربال بون. عشان ما تتغلبوا، هدول عبارة عن 8 عظام. اوكي، مصفوفين بصفين. اوكي، بروكسيمال رو وديستال رو. بروكسيمال يعني قريب، وديستال يعني بعيد. وعشان تحفظهم بسهولة، في لهم غنية. اوكي، اللي هي سلمى لما تكسب، عفوا، سلمى لما تلعب بوكر تكسب تخسر كله هم. اوكي، سلمى لما تلعب بوكر تكسب تخسر كله هم. اوكي، خد اول حرف من كل كلمة من هاي الغنية البسيطة عشان تعرف اسم كل عظمة. سلمى خد حرف الاس، سكافويد، هي موجودة هم. اوكي، السكافويد هي. اوكي، حكينا انهم بروكسي تو رود، فاول اربع عظام موجودين في البروكسيمال رو. هاي السكافويد اللي هي سلمى، وهي اللونيت سلمى لما، والتروكيتيروم لما تلعب. اوكي، البيزي فورم بوكر. فهذول كلياتهم اربع عظام بروكسيمال رو. الاربع عظام الثانيين ماشي بيكونوا لي الديستال رو، تكسب تخسر، ترابيزويد ترابيزيوم، ترابيزيوم ترابيزويد، كابيتيت وهامت. تمام، فيعني بحاول قدر الامكان انك تحفظهم من خلال هاي يعني الاختصار البسيط. الميتا كاربال بون ما همش اسماء ماشي، بس انهم ارقام. اوكي، نمبرد فروم 1 تو 5 فروم لاتيرال تو ميديال. دير بالك ما تخربط. فروم لاتيرال تو ميديال، فروم في الاناتوميكال بوزيشن، لما تكون الهاد في الاناتوميكال بوزيشن بيكون الثمب اللي هو الابهام لاتيرال، فبواخذ رقم واحد، بعدين 2 3 4 5. اوكي، فما تخربط بيناتهم. تمام، الفلنجيز اخر شيء اللي هم عباره عن العظام الموجوده في الاصابع، بيسموهم الاصابع بيسموهم ديجيت، والعظام الموجوده فيهم بيسموهم فلنجيز. اوكي، هم ثلاثه في كل الاصابع ما عدا الابهام. ما عدا الابهام بيكون فيه بس تنتين. تمام، تو بونز ان ذا ثام بروكسيمال اند ديستال اند 3 ان اتش فينجر، بروكسيمال وميدل وديستال. هي ديستال وهي ميدل وهي بروكسيمال. اوكي، هيك نكون خلصنا شرحنا على العظام، ولا يعطيكم الف عافيه.